لمسة وفاء، لمسة وفاء، سيرة ذاتية للمبدعين حول مختلف مراحل حياتهم. لمسة وفاء على لحية فام. لمسة وفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي، أعزائي المستمعين والمستمعات، أوفياء زهرة الحياة، متابعينا عبر الصفحة الرسمية للإذاعة، وكذلك كل السادة المستمعين في ولاية تونس الكبرى عبر بث مشترك مع إذاعة بلاتين أف أم، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتواصل الحوار وتتواصل برنامجنا لمسة وفاء، وفي أجمل صورة نريد أن نقدمها هذا اليوم، وخاصة وهذه الصورة هي تأتينا من المستشفى الجامعي مستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنسير، حيث سجلنا نجاحات كبيرة، والنجاح هذه المرة في استئصال ورم لفتاة عمرها 17 سنة على أيادي تونسية. وهذا نؤكده ونثمنه أن أطبائنا عندنا كفاءات كبيرة في تونس، وهذه الكفاءات في تونس من فكت تتألق وتبدع في جميع الاختصاصات. وكم يسعدني ويشرفني أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفة أعتبرها من القامات الكبيرة في مجال اختصاصها، وهي من أصيلة مدينة القيروان، وبالتحديد من مدينة حاجب العيون، هذه المدينة الجميلة الرائعة ذات العيون، العيون الماء الرقراقة، وكذلك السهول الكبيرة وطيبة أهلها، وكذلك أيضا خضرتها. حبينا اليوم يكون ضيفتنا هي الأستاذة الاستشفائية الجامعية الدكتورة دجلة العباسي. خلينا في البداية نرحب بك دكتورة، نقول لك حللتي أهلا ونزلتي سهلا. شكرا للاستضافة الزبير، هذه فرصة توفر لي باش نشكرك أنت بالذات، ونشكر الدكتور محمد ليوان والدكتورة إكرام بلار اللي خلوا لي المجال باش نجي نتكلم في إذاعتكم الكريمة هذه. مرحب، مرحبا بك، مرحب بكل المستمعين حياة أفام وبلاتين أفام. إذا بلاتين أفام البث مشترك في تونس. في تونس. أي. مرحبا بك مجددا، وأنت دائما وأبدا نقول بكل صراحة من الإطارات الطبية العالية، أستاذة استشفائية جامعية تدرسين في كلية الطب بالمنسير، وهذا فخر. بسوسة. وهذا فخر واعتزاز بطبيعة الحال لإطاراتنا الطبية القيروانية. خلينا في البداية نحب نعرفوا عيشك. خلينا في البداية نحب نتعرفوا على الدكتورة دجلة العباسي. دجلة العباسي، أنا من أصيلة منطقة ولاد عباس، منطقة لغويبة حاجب العيون، ولاية القيروان. وأنت دائما تقول لي قبل أن ندخل البرنامج، تقول أني تحنين إلى تحب نحن برشا الحاجب العيون. حاجب العيون هي مقر رأسي، ولو ما وجدتش فيها ما عشتش فيها، أما عندنا علاقة حنين، حنين برشا، نوستالجي، بوكو نوستالجي بور حاجب العيون ولي زونفيرون. سي فري كو سي توت اون بارتي دو مون انفونس دو مون حتى توا دو توت ما في. حاجب العيون توجور في بارتي دو موا. بطبيعة الحال هو دائما نابق الحنين الى الجذور الاصليه، الجذور الاصليه واصيله، والاصاله تعود الى حاجب العيون. نحب نعرف معنى هذه الولاده نتاعك في مكثر بطبيعه الحال، وانت معناها من اصيليه بحاجب العيون. اين درستي في البدايه؟ درست البدايه في المدرسه، بديت معناتها دراستي كلها بديتها بالقيروان، في المدرسة الغربي القيروان، غربي القيروان، غرب القيروان اللي احنا نسميوها مكتب السيد. أيوة. درست عامين، وبعد بحكم عمل والدي انتقلنا لصفاقس، قريت في المدرسة الخمسة أوت
عامين في صفاقس وكملت باقي الكل من السنه الخامسه والسادسه ابتدائي والتعليم الثانوي والجامعي كل في سوسه. في سوسه. حبيت نذكرك للساده المستمعين علاش تنقل نتاع الاستاذه من القيروان الى صفاقس سوسه بحكم شغل والديه في وزاره العدل. هذاك علاش هذاك علاش كان قاضي كنا نعم. دونك هو يتنقل احنا نتنقلوا معاه. حتى من بعد تنقل هو الجنوب تنقل المدنين نخدم في المدنين وبعد شغل في القصرين احنا بقينا في سوسه بحكم الدراسه بقينا في سوسه بقيت في سوسه قريت في سوسه معناتها اما عندي ذكريات طيبه بمدرسه لهنا نقولوا مدرسه السيد لهنا خاطر انا تذكر هي ما تذكر قراوا معايا هو المرحوم سي عبد الوهاب عمار خدم مع من بعد لقيته في الكليه درسنا مع بعضنا في كليه الطب بسوسه الدكتور الله يرحمه ينعمه الله يرحمه ينعمه خوله عميره قرات معايا زيد نتفكرها قرينا مع بعضنا زيد لقيتهم في كليه الطب في سوسه كاو ذوما نتفكرها من الحقيقه الاخرين نسيت من بعد لهنا من ولاد الصدام دار المجبري باسكو ذوما نتفكرها من صغار دار الشوشان قراوا معايا اما الحقيقه ماش عندي بهم اتصال هذوك الوحيدين كان سي مرحله طفوله مع الدراسه الابتدائيه نعم ابتدائيه نعم ثم تحولت بطبيعه الحال الى مدينه عاصمه الجنوب صفاقس أيوة. درست غادي عامين ومن بعد نقلنا لسوسه قريت في مدرسه نهج سنتينا نجم نقول استاذه يعني نجم نقول الدراسه نتاعك مركزه خاصه في مدينه سوسه علاش؟ مدينه سوسه أي خاصه المراحل الابتدائيه خاصه السانكيام والسيزيام ثم المرحله الثانويه فكليه الطب اذا تحولت الى سوسه وقريت في المدرسه شنو هي المدرسه قريت فيها ذكرت؟ نهج قسنطينه نهج قسنطينه قريت غاديه عامين ومن بعد كيما نقولوا احنا خدينا السيزيام وجات دراسه في المعهد الفتيات بسوسه اللي سجن في دسوس دار صفر دار صفر نعم قريت درست غادي سبع سنوات خذت البكالوريا من غادي عام 75 ومن بعد بحكم الاعداد نتاعي في البكالوريا دونك توجهت مازلت كي حلت كليه الطب انا شوي بارتي دو لا دوزيام بروموسيون معناتها الراعين الثاني نتاع كليه الطب حتى كملت غادي دراستي خمس سنين ومن بعد عملت الانترنا ومن بعد الريزدانا وكملت بشوي عملت عمل اذا نتحدث على كليه الطب ودخولك الى كليه الطب بطبيعه الحال بعد احرازك على شهاده البكالوريا في المعهد معهد طاهر الصفر بسوسه لكن قبل ذلك ما بقي في ذاكرتك في هذا المعهد اللي انت قلت معناتها المعهد هذاك عندك فيه برشا ذكريات جميله وعندك فيه برشا حاجات معناتها خاصة لأصدقائك مازلت ذاكرهم تو هكا ولا برشا أصدقاء اللي لقيتهم بعد في كلية الطب وبحكم أنا نسكن في سوسة عندي بهم اتصال معناتها نشوفهم نشوف أصدقائي نشوف صديقاتي الكل ومعهد الثانوي الفتيات بسوسة أنا ذاك وقت أنا بديت نقرا كان فيه احنا نقراو معناتها احنا نقولوا المينيستير يافي أوسي أون سيكسيون ميسيون واللي نتفكروا برشا قربني برشا أساتذة أجانب والحقيقة نترحم عليهم اللي حي الموت الأموات منهم اللي ما نعرفش أنا ما نتفكرش روحي نهار تلجأت لدرس خاص معناتها إتيود ولا كور بارتيكولي الكل كانوا يبذلوا جهدهم الجهيد باش كنا وصلنا وقرينا بالكدا وعلمونا وقراونا وكانوا لهين بينا معناتها بكل النواحي خلف القراية زاد لا فاسون ديتر لا فاسون ديتر دون لا سوسيتي الحقيقة نشكرهم برشا برشا إدماج في المجتمع مجتمعي وخاصة المعهد هذايا أستاذة معهد طاهر الصفر معروف في سوسة معناتها اللي سجن فيه سوسة أي معناتها فتيات برشا ناس تخرجت منه وفيه إطارات تربوية عالية على مستوى جيد مستوى عالي المعهد هذا خرج برشا لا خرج برشا بالحق كان فيه معاش انا توا الذكر كانت عندي ذكريات جميله لتوا خاطر لتوا معناتها استاذه نشوفها هي كانت مدام سايح استاذه العلوم الطبيعيه الحقيقه عندي معها ذكريات كنت نفكرها كان بالخير قراتنا بالكدا وثم مدمازيل زعبار زاد استاذه حسابيات رياضيات سامحني نقول مثلا رياضيات ما بروفيسور دو مات سيتي معناتها جيم اون افي ان اكسلون باركور او ميم طون نقراو وثما كانت معناتها ترفيه كان ثما في ان سيني كلوب وكان ثما نادي غينام كنت ندرس مع مش معناتها شوزي بوكو دو سبور معناتها كانت عندنا جمعيه رياضيه في سي بيان في العاب القوى ولا في الباسكيت
تم معناتها حياه تم نشاط ثقافي رياضي. نشاط رياضي وثقافي، وهذا النشاط الثقافي الرياضي خاصه للتلميذ يعني مهم جيد، مهم جدا 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 جدا. اللي يحب يمشي للسينما، اللي يمشي للرياضه، وحتى هو الواحد يفتح له افاقه معناتها، ولو ما ثماش معناتها لي موان تاع تو كوميونيكاسيون باش المعلومه توصلها باي وقت غادي الحقيقه. كانوا معناتها ويا في دي سيونس دو ليكتور نقراو الكل، كانت سوسه جميله معناتها، كانت سوسه جميله حقيقه. نعم. واذا والنجاح بطبيعه الحال كان حليفك في البكالوريا سيتي اون 1975 العام الشهير للبكالوريا تعاودت مره اخرى تعاودت مره اول مره في تاريخ تونس. وانت عاودت العام نتاعك؟ لا ما عاودتش، احنا عدنا ما قبل ما تخرج الجلطات عاودت البكالوريا. تعاودت البكالوريا؟ لا ما دبلتش انا في دراستي كلها. لا مش نحكي دبلتش، معناتها عملت دوره اخرى. دوره اخرى، دوره اخرى، ونجحت من الدوره الاساسيه معناتها سيسيون برانسيبال، ما ثماش مشكل معناتها. والنجاح اهلك بطبيعه الحال للدخول الى كليه الطب. كليه الطب. ايوه. كليه الطب. كانت تقريبا الواحد مازالت كي حلت الكليه الطب. يعني الظروف الكل هي اللي كهو، كنت المعهد والمدرسه كل قريب للدار. مقابلين دار، والحقيقه في حتى من كنت صغيره مع عمري ما كنت نخمم باش نهار نطلع طبيبه. ايوا بكل صدق معناتها ما عنديش، ما كنتش عندي، كانت عندي ميل للقانون هكا شويه، نحب خاطر الوالد الكل، وعندي اختي اللي اكبر مني رحمة الله، هي عملت زاد لا في دغوا والكل، وعندنا في العائله برشا عملوا القانون، قراوا مع تشابه القانون. كانت عندي يمكن ما بحسن دو فات اللي عملت سيونس اكسبيريمونتال معناتها، دونك جيت لكليه الطب. الاختيار الاول هو كانت كليه الطب سوسه، والثانية كلية الصيدلة، والثالث كلية طب الأسنان. دونك كنا دون ان غيون دو 20 كيلومتر معناتها ما مشيتش. بون جيت الشوا الأولاني كلية الطب، مشيت قريت وكهو معناتها ما كي بديت نقرا. الحقيقة من ظهرت لي خاطر البروميير سيمستر ديما نقرا شوية معناتها وفيزيك وكل ظهرت لي، ومن بعد كي دخلنا هكا شوية البراتيك سورتو من بعد السنة الثالثة ورينا قربنا للمرضى للمستشفى والكل، الحقيقة ما حبيتها وعجبتني ما كملت بها الحقيقه، ما وجدت حتى صعوبه باش كمل دراستي. نعم، احكينا على السنوات الاولى في كليه الطب، السنه الاولى، الثانيه، الثالثه، الاساتذه ربما فهموا هناك اكثرهم اكثر الاساتذه كانوا اساتذه دي كوبيرون، يعني بوكو دو كوبيرون، مي اوسي باغي معناتها الحقيقه زاد قراونا بالكدا aussi bien des coopérants soit français ou on a eu aussi la chance ma je crois que c'est un problème de partenariat اللي مع جاونا مع اساتذه من كندا وانا ذاك ما تقرونا معناتها توا لي تيوري مودرن نتاع لانسينمون كنا انا نفكر معناتها عند سنه رابعه توا سون بنا اللي معناتها التقييم على نوعيه الكيو سي ام الوغ احنا ديجا انا من عهدي انا قريت معناتها ليفاليوسيون سيتي بار كيو سي ام دي شوز كوم سا دونك الحقيقه عطاونا قرينا بالكدا معناتها عندي ذكريات باهيه اللي اون ميم طون كيف كيف ثم الدراسه وثم زاد اون افي اون اسوسياسيون سبورتيف زاد في الكليه دونك زاد شاركت فيها شويه انا كنا كل عام من شاركت في نادي الكره الطايره ايوا شويه شويه هكا الواحد شويه قرا انتم كنتوا دوزيام بروموسيون دوزيام بروموسيون ويظل لي معنا نجحتوا كلكم الكل نجحنا الكل نجحنا معنا 100 كانديدا ولا قد 100 اي كنا معناتها براتيكمون كنا نجحنا الكل بهين وفينا اللي بون اللي عمل مع الطب ميسان جينيرالي معناتها ميسين جينيرال والاخرين عملوا الاختصاص هكا كلكو عملوا الاختصاص وكملنا مش ساهل الحقيقه السنه الاولى خاطر ما كناش برشا وبرشا الخدمه اما توا هكا كون جو فوا بوستيريوري نقول بالحق كانت ايام كيف ما نقول ايام الدراسه في كل معهد ثانوي بالفتيات بسوسه كانت ايام جميله ايام الدراسه بكليه الطب على راسها كانت الملول مدام سعاد اليعقوبي الوحشي سيتي لا بروميير دويان بعد كانت هي ومن بعد مشات ولات وزير الصحه حقيقة ثلاث بينا بالكدا ثلاث بينا بكل الظروف بكل النواحي وهي كانت معناتها اللي جابت لي كوبيرون هي الكل هي جابت لي كوبيرون من برا من برا اي طريقة يافي اون افي كيلكو ميدسان تونيزيان قراونا بالكدا زاد الحقيقة تو نذكر منهم سي عبد الحميد جعدان ثم المتوفي منهم سي حمادي فرحات الله يرحمه الله يرحمه سي زويتن سي صادق زويتن تو الحي سي فؤاد الكناني اللي كانوا يجيو هما يخدموا عندهم دي كابيني برا ويجيو يعملوا لنا تطبيق وسي صلاح الدين الغربي في الجراحه تلاو بينا بالكدا
معناتها دو فات دو نومبر وزاد احنا عنا اللي رادا نحبوا نحبوا نتعلموا نحبوا نفحين كما يقول واحد واحد كان نافح وميم طون كنا انا نتفكر لي من السنه الثالثه نقوموا معناتها ب في دي غارد ايوا اي هذيك معناتها نقعدوا في المستشفى ونشوفوا الحالات باهيه هذه قبل ما يتحل سهلول قبل ما يحل سهلول لا سهلول كان كل في حشاد 93 سهلول اي 93 كل هذه كل في حشاد في حشاد حقيقه إيوة. وعملت انا نتفكر لي كلكو ستاج مشينا جافي في دي ستاج دو شيرجي في مستير عند سي حبيب عاشور اي مستير هكا يافي لو سول ستاج في مستير اما كما قلت كانت ايام جميله نتاع دراسه ما كنتش حتى وقتها نقرا نقول يمكن باش نعمل سبيسياليتي ولا كل ما كانتش عندي حاجه واضحه اني نقرا باهي عامله مجهودي باش نتعلم اكثر حاجه معناتها كنت حتى دارنا قريبه للمستشفى كنت ديما نمشي حتى ما غير الاوقات نمشي نشوف الاستعجالين ما فماش حاله كان ثم النفحه ايوا دونك خمس سنين تعداو خمس سنين تعداو وبطبيعه الحال ونجحتي بذلك بامتياز ثم بعد ذلك الانترنا عميل عميل انترنا في فرحات حشاد في فرحات حشاد ايوا بعد عديت الكونكور دو ريزدانا المقيمين في الطب نجحت من الاول بديت عملت حكينا على الانترنا فرحات حشاد حكينا عليه كان هو سيتي ان كران سيرفيس ما اون ميم طون فيه توت لي سبيسياليتي ميديكال اي نتاع رئيس القسم كان مازال سي عبد الحميد جعدان يذكره بالخير وربي يشفيه كان معناتها نعملوا الكارديو الجاسترو كلهم معناتها الاختصاصات كل موجوده وهو الحقيقه كان لاهي بينا برشا ديما لهنا ديما التقييم في كل وقت في كل اي ساعه في النهار في الليل اون ميم طون اون فيزي لي غارد معناتها في القسم وفي الاستعجالي لي دو دونك نجاح انترنا ثم ريزيدانا 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 كي اختيار نتاعك على مستوى ما كانش ما كانش من الاول التصوير الطبي لا لا عملت حبيت نعمل ايماتولوجي من الاول ميتين انترن ايماتولوجي بعد ظروف ما واحد كي جات الفرصه باش نبدل عملت راديو عجبتني خاطر من الوقت مازال كي حلوا كان في قسم اللي كنت نخدم انا السمستر الاولاني نتاعي نتاع ميتين انترن اون طونك ريزيدونت كان في السيرفيس بيدو كان ثم ساله حاطين فيها ايكوغراف او من اول ايكوغراف واللي كان انسان يخدم عليه اسيستون سي منصف عليك يذكره بالخير اللي معناتها نمشيو بحذاه ونشوفوا كل عجبتني يا في لا بوسيبيليتي مش كيما تو باش نبدل معناتها الاختصاص بدلت وكملت كملت هكا ومن بعد هكا الكارير بات بشوي بشوي يعني كملت عديت التبريز ومن بعد الاستاذه الجامعيه وفي الاخر من عام 2017 معناتها قمت مهام رئيس قسم التصوير الطبي بفرحه حشاد حتى خرجت للتقاعد نهار 1 جوان 2023 لكن ما زلت تواصلين عملك لا هذاك العمل باختياري خاطر نعم باختياري اللي هي قائمه عندي عمل تطوعي في والخبرة نتاعك زاد عند في الميزان لا والله مش خبره هي خبره بالطبيعه انا ديما نقول للمريض اللي بعيد شويه دو فات اللي هما سي فري الناس كل تمشي للذية معناتها السونتر سبيل يونيفرسيتير يمشي والمرضى ساعات ثم مرضى اللي يسكنوا مناطق نائيه يمكن ما عندوش حظ باش يخلط باش يعمل تصويره والناس معناتها ساعات ما عندهمش امكانيات يمشي للبريفي والكل في ثم مركز وسيط مش بعيد عليا ونسكن انا فيه معناتها آلة يكون معناتها نيكوغراف باهي مشيت هكا وحدي تطوعي قلت نجم نمشي نخدم نهار في الجمعه ويمكن زاده ثم مشروع باش نخدم في بقعه اخرى توا ثم زاده واحد ثم طلب اخر بقعه اخرى زاده باش نمشي نخدم قبل ما نواصل معك الحوار نرفع لحضراتكم الان اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جاورها.